وفي إطار الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، قام اليوم وفد الأعمال البحرينية المرافق لجلالة الملك المفدى في العاصمة الفرنسية باريس بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات والمؤسسات الفرنسية والتي بلغت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي، وبذلك تصل القيمة الإجمالية للعقود الفرنسية البحرينية الحالية إلى 4.63 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون الاستثماري في مجالات متنوعة. وكان سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد قام بافتتاح منتدى الأعمال الذي شارك فيه نحو 100 من رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم الفرنسيين بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون الاستثماري والتجاري بين الطرفين وبحث سبل تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال البحرينية والفرنسية. وقد ألقى السيد فيردريك سانشيز رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية كلمة أشاد من خلالها بما وصلت إليه العلاقات البحرينية الفرنسية من تطور ونماء على كافة الأصعدة وبالأخص الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وأثنى على الجهود التي يبذلها ممثلو القطاعين العام والخاص في البحرين في سبيل تحقيق التقارب المنشود بين البلدين. بعدها قدم سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الشؤون الكهرباء والماء عرضا حول مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين وفرص التعاون البحريني الفرنسي في هذا المجال. كما استعرض سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتيحها بيئة الأعمال البحرينية. هي نقاط وضعت على أحرف العلاقة الاقتصادية المشتركة بين باريس والمنامة، فترجمت إلى اتفاقيات ومذكرات فاقت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار دولار قام بها وفد الأعمال البحريني المرافق لجلالة الملك المفدى إلى العاصمة الفرنسية خلال مؤتمر ضم نحو 100 شخصية اقتصادية. سعيدين بتوقيع تقريبا 11 مذكرة واتفاقية مع شركات فرنسية، منهم اتفاقيات عدة اتفاقيات بين طيران الخليج وشركات فرنسية رائدة، منها شركة تالس اللي هي المنظمة والمزودة إلى الانفلايت انترتينمنت يعني الأفلام والآخره. أيضا هناك مذكرة بين شركة عائلة كانو وشركة أكسا لبناء مقرهم الرئيسي في المملكة، بيوظف تقريبا 200 موظف والمقر يكون فخر لنا أن يكون مقرهم بيغطي الشرق الأوسط. I wanted to send a very strong message. أريد أن أرسل رسالة قوية جدا أن العلاقات البحرينية والفرنسية وما تشهدها من صداقة على مستوى القيادة والشعب ستظل في تطور ونماء على كافة الأصعدة وبالأخص الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وأشيد بالجهود التي يبذلها ممثلو القطاعين العام والخاص في البحرين في سبيل تحقيق التقارب المنشود بين البلدين. زيارات العاهل المفدى دائما ما تثمر عن توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول التي تحظى بلقائه على مختلف الصعد، وما هذه الزيارة إلا أنموذج على ذلك. هذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية، وهذه العلاقات لها تاريخ وفي نفس الوقت لها أبعاد سياسية واستراتيجية، بالإضافة إلى عدة محاور تتعلق بالتنمية الاقتصادية وأيضا فيما يتعلق بازدياد التجارة وازدياد فرص العمل لعديد من الشركات الفرنسية الهامة. تشاورنا معاهم عشان نشوف سبل التعاون بيننا وبين قطاع التكنولوجيا المالية في فرنسا عشان نوفر الفرص للشركات الفرنسية الموجودة تدخل سوق البحرين وسوق المنطقة عن طريق البحرين، في نفس الوقت نوفر فرص للشركات الموجودة في البحرين أنها تدخل السوق الأوروبي عن طريق فرنسا وباريس. اتفاقيات ينظر لها الاستثمار والازدهار بعين الرضا
خطط يعمل على دفتيها مجلس التنمية الاقتصادي وجميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة من أجل إسراع العجلة الاقتصادية في المملكة وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 التي يحمل رايتها سمو ولي العهد. محطات عديدة بارزة مرت عليها العلاقة الثنائية بين المنامة وفرنسا في شتى المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، إذ تعتبر مملكة البحرين عنصر جذب استثماري ومحورا هاما متوازنا تسعى مختلف الدول إلى التعاون معها. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من العاصمة الفرنسية باريس.